وقد التقت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الشباب المصري المشارك في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ. وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها التقت مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد في مع حديث طويل ممتع وثري تأثرت به، وأضافت أنها ترجو أن تكون قد أثرت فيه كذلك.